حضراتكم من روزا اليوسف، والعنوان قمة مصرية بحرينية في القاهرة اليوم أي غدا، حيث يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، ويتم عقد جلسة مباحثات مشتركة بين الزعيمين تتناول العلاقات الوصفت بأنها علاقات وطيدة تربط بين البلدين وسبل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في كل المجالات. أيضا يتم تناول مستجدات الأوضاع والتطورات الإقليمية والعربية والدولية، كذلك القضايا موضع الاهتمام المشترك. هذه الزيارة بتأتي في إطار تنسيق المواقف المصرية البحرينية في مختلف القضايا في المنطقة، وتحديدا قبيل انطلاق أعمال القمة العربية التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية يوم 29 مارس الجاري.